السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كتاب جامع البيان للعلم وفضله لعبد البر في الجزء الأول صفحة 464 قال: عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا عليه السلام وهو يخطب ويقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. إذن الإمام علي عليه السلام يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. كيف لا وهو الذي قال فيه رسول الله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. إسناده صحيح.